ثم مع بعضنا. وفي فقرة أعرف حقك كنا تعرضنا لما جاء في مجلة الأحوال الشخصية بعلاقة بالخطبة والزواج في الباب الأول. أما اليوم باش نشوفوا الباب الثاني في علاقة بالتنازع بين الزوجين. إذن الفصل 2 من مجلة الأحوال الشخصية واللي تم تنقيحه بالقانون عدد 74 لسنة 93 كان ذكر أنه لكل واحد من الخاطبين أن يسترد الهدايا التي يقدمها إلى الآخر ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص. يعني زوز مخطوبين إذا كان واحد منهم فسخ الخطبة يمكن للثاني أن يسترد الهدايا اللي قدمها للآخر. أما الفصل 26 فيؤكد على أنه إذا اختلف الزوجين في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه، أما في المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه. هنا إذا كان مثلا زوجين اختلفوا في متاع البيت وما فماش مثلا دي فاكتور يقدموا فاتورات في الأشياء البيت فيتقدموا للحلفين لليمين. وهنا نشوفوا كيفاش أنه مجلة الأحوال الشخصية ترجع زادة مرة أخرى إلى شريعة الإسلامية وذلك بالحلفين، أنك يمشيوا للجامع ويحلفوا على أنه المتاع متاعهم وبالتالي يحكموا لهم بذلك. والأحسن من الحلفين هو أنه إذا كان كل واحد فيهم يشري حاجة يخلي الفاتورة باسمه تكون باسمه، وإذا وقع نزاع الأسهل الاستظهار بهذه الفواتير. الفصل 28 واللي تم تنقيحه بالقانون عدد 74 لسنة 1993 يؤكد على أن الهدايا التي يعطيها كل واحد من الزوجين للآخر بعد العقد يعني بعد الصداق يتم استرداد ما بقي منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء، يعني قبل الدخول قبل إتمام الزواج بسبب من الطرف الآخر، ولا يتم استرجاع شيء منها بعد الدخول. يعني إذا كان كتبوا صداق وبعد واحد منهم فسد وتم الطلاق قبل البناء، اللي رفع قضية في الطلاق ما عندوش الحق أنه يسترد الهدايا اللي جابها للطرف الثاني، وإذا كان وقع البناء لا يسترجع من الهدايا شيئا بعد الطلاق. الفصل 29 يعرف الطلاق على أنه حل عقد الزواج، وكما قلنا المرة الأخرى أنه في القانون التونسي ما يقعش التطليق، الطريقة الوحيدة في الطلاق هي أن يقدم لدى المحكمة. الفصل 31 هنا يعطينا أنواع الطلاق في تونس. فما الطلاق الأول اللي هو الطلاق بتراضي من الزوجين، أما الشكل الثاني وهو بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر. النوع الثالث فهو بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به، وما يتسمى بطلاق الإنشاء، ويقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبنيتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، أي الطلاق للضرر والطلاق الإنشاء. وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما أعادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن، وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات، وتستمر إلى أن تتوفى المفارقة يعني المرأة المطلقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية، وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق. يعني حتى إذا كان توفى المفارق المطلق تبقى الجراية دين وتصفى من تركة المتوفى. الفصل 32 واللي بمقتضاه يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين
ويعجز عن ذلك. وقت تترفع قضية في الطلاق في تونس قبل المرور إلى صدور الحكم تمشي لقاضي الأسرة وتكون فما جلسات صلحية، والجلسات الصلحية هذه يحاولوا فيها إرجاع الطرفين لبعضهم وإلا باش نفهموا أسباب هذا الطلاق. الجلسات الصلحية هذه هي ثلاثة وتكون خاصة وقت يكونوا زوجين عندهم أطفال، وبالتالي يحاولوا أنهم يصلحوا فيما بينهم حتى تستمر الحياة الزوجية لصالح الأطفال. ولكن إذا كان الجلسات الصلحية هذه ما جابتش نتيجة فبعد ثلاثة جلسات يتم الحكم بالطلاق. أقل وقت ما بين الجلسة والجلسة الثانية هي شهر أقل شيء، وهذا باش يعطيه فرصة للزوجين أنهم يراجعوا بعضهم وأنه ممكن يعاودوا يرجعوا لحياتهم الزوجية. أثناء الجلسات الصلحية على قاضي الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكن الزوجين، بالنفقة بالنسبة للأطفال وبالحضانة وبزيارة المحظون، ويمكن للطرفين أن يتفق صراحة على تركها كلا أو بعضا منها ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر. معناها مثلا النفقة هي حق للأطفال مش حق للزوجة، نفقة السكن هي حق للأطفال مش للزوجة. إذا كانت تتنازل الزوجة ممكن تتنازل على حقها هي، ولكنها ما يمكنش أنها تتنازل على نفقة الأطفال اللي هي حق للأطفال. ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح، وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب، ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل. وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرار الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات بحالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء، وتنفذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنة وحق الزيارة. الفصل 32 مكرر هنا عنده علاقة بالإبلاغ وإعلام الطرفين، يعني اللي تقدم القضية لابد أنه يسهر على أنه توصل المعلومة للطرف الثاني. وإذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر يعاقب بالسجن مدة عام. الفصل 33 إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر. هذا إذا كان واحدة وقع الطلاق ودفع المهر ولكن لم يتقع البناء، معناها ما فماش إتمام للزواج، فبالتالي تاخذ نصف المهر. إن شاء الله في المرة الجاية باش نحكيو على النفقة كيف كل مرة نقولكم أعرفوا حقكم واستعملوا